يعتبر من صناع القرار الأوروبي مهمته إيجاد الحل الوسط بين المعادين للوحدة الأوروبية وبين أعضاء الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد يمر بأكثر فترة اختبار في تاريخه المعاصر. ينضم إلينا رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي في جلوبال كونفرسيشن. شكرا جزيلا لحضورك. أنت في ألمانيا لتلقي جائزة شارلمان، وهي جائزة متميزة تمنح للذين كافحوا من أجل الوحدة الأوروبية. أليس الأمر عجيبا أن تتلقى هذه الجائزة في الوقت الذي يبدو فيه أن أوروبا تتفتت، وكونك أحد رؤساء ثلاثة الاتحاد الأوروبي، هل تتحمل جزءا من اللوم لما آلت إليه الأوضاع الآن؟ في الاتحاد الأوروبي الأمور على ما يرام. طالما أن السلام موجود، لدينا مشاكل مع حدودنا وهذا شيء آخر، وليس في الاتحاد الأوروبي نفسه، ولكن نبقى أكبر مشروع للسلام في تاريخ البشرية. لماذا تحصلت على جائزة شارلمان في هذه الفترة المضطربة وصعود المعادين لأوروبا والمشككين والسلبيين؟ ولكن لا يجب أن ننسى أنه حتى بعد الانتخابات الأوروبية فإن 70% من البرلمانيين ينتمون إلى أحزاب تعمل لصالح المشروع الأوروبي. وهذا يعني أن نحو 25% هم الآن ضد أوروبا، وهذا لم يحصل في تاريخ الاتحاد الأوروبي من قبل. كلا، ولكن يجب أخذ الأمور بنسبية، فلا تزال هناك أغلبية الشعب والبرلمانيين مع المشروع الأوروبي. صحيح أن الأقلية المضادة لأوروبا لم تكن يوما بمثل هذا الحجم الذي هي عليه اليوم، إلا أنها ليست كتلة متجانسة. فهناك أناس من اليسار واليسار المتطرف واليمين المتطرف. بموجب الديناميكية التي حصلوا عليها مؤخراً، ألا تخشون أن يشكلوا كتلة واحدة متجانسة؟ لأننا نرى زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تحاول أن تشكل كتلة في البرلمان. أجل، ولكن ليس مع اليسار. حتى وإن حاولوا التكتل مع الذين يشاركوهم في الفكر، إلا أن الشعبوية كانت قبل الأزمة المالية وقبل أزمة منطقة اليورو. سأعطيك مثال. ذكرت السيدة لوبان، لقد كان أبوها منذ 10 سنوات في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مع الرئيس شيراك، وهذا لا علاقة له بأوروبا. في ذلك الوقت لم يكن للأمر ارتباط بالأزمة في منطقة اليورو، ولكن كان هناك 19% من الفرنسيين الذين انتخبوا اليمين المتطرف. الشعبوية هي جزء من الحياة السياسية بالتأكيد. الأمر في تزايد، وهو يتعزز بسبب الأزمة في منطقة اليورو والأزمة الاقتصادية. لذا فأنا لا أقلل من شأنه، ولكنني أضعه في إطاره الصحيح. هل ارتكبتم أخطاء أثناء ولايتكم؟ طبعاً، كل واحد يتحمل مسؤولية أخطائه. ماذا؟ أكيد أن هناك أخطاء على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الدول الأعضاء. على مستوى المجلس الأوروبي، ما الذي كان يمكنك القيام به بشكل مختلف؟ لن أعدد الأخطاء، فأعداؤنا يقومون بذلك. القضايا الرئيسية التي ترغبون، دعونا نقول بشكل عام أنه يجب أن نكون متفقين مع 18 عضوا في منطقة اليورو، وكذا مع 28 عضوا في الاتحاد. في الكثير من الأحيان نتعطل في اتخاذ القرارات، وكما يقول البعض قراراتنا قليلة وبطيئة، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا أنقذنا اليورو ومنطقة اليورو. هل تعتقد أن التهديد على وجود اليورو ذهب فعلا مع وجود زعماء مثل مارين لوبان التي تريد التخلص من اليورو؟ الأسواق المالية هي التهديد الأكبر، فالأسواق المالية كانت تعتقد منذ فقط العام والنصف العام أن اليورو سينهار، وكان الحديث آنذاك فقط عن متى سينهار، وكان الأمر أكيدا. والآن هذا النقاش في وسائل الإعلام العالمية وفي الأسواق العالمية أغلق نهائيا. حتى في دول مثل فرنسا أو اليونان هناك أغلبية قوية من الأفراد الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي وكذا اليورو. There is a strong majority of the people who wants to belong to the Union and to the Euro.
دعونا متابعينا عبر الانترنت ليطرحوا أسئلتهم حول هذا الحوار، وتلقينا من أحدهم والمسمى سوبر جيمس بوند، وهو يسأل: ألم يفهم الرئيس هيرمان فان رومبوي أن الشعب في الاتحاد الأوروبي سائمة مما يمثل الاتحاد وما قامت به دور الاتحاد من تدمير؟ لا أقلل مما حدث أثناء الانتخابات الأوروبية وأيضا أثناء الانتخابات الوطنية مع رسائل قوية تجاه أوروبا، ولكن لا يجب أن نقع في الخطأ. فعندما نقول الشعب فهذا يعني أن كل الأفراد يفكرون بنفس التفكير، وهذا خطأ على الإطلاق. وعندما نذهب إلى أبعد من ذلك ونطرح المزيد من الأسئلة، فإننا سنجد أن الأغلبية تريد البقاء في الاتحاد وفي منطقة اليورو، ولا أحد يريد الرجوع إلى الوضع الذي كان عليها قبل 58,900,000. لا أحد. لكنهم انتخبوا أحزابا تريد أن تخرج بلدانها من الاتحاد. أتنكر أنها انتخابات احتجاجية؟ كلا، ولكنهم ليسوا بالأغلبية. لا يجب الخلط بين أحزاب بعضها صغير وآخر كبير مع أغلبية الشعب. كيف يمكن للبرلمان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تعمل مع هذه المجموعة المعادية للاتحاد الأوروبي نفسه؟ رأينا كيف أن نايجل فراج زعيم يوكيب في بريطانيا يقول إن هذه الانتخابات هي إعلان النهاية لحتمية الاندماج الأوروبي. يوكيب وأحزاب أخرى ليست الأغلبية في البرلمان تماما، لذلك فمؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يمكنها العمل مهما كان تفكير اليوكيب أو اعتقاده. لكن لا يبدو أن هناك فرق بين ما قلته من قبل وتقوله الآن. من جهة تقول أنك ستغير، من جهة أخرى تقول أن الأمور ستبقى كما هي. كلا، عليك بالاستماع إلى الرسالة، رسالة المنتخبين، وهي أن هناك استياء من أداء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهناك شعور بالضغط أيضا لاقتران أوروبا بالبطالة والأزمة وهلما جرى. ونحن علينا الإجابة على كل هذا في إطار سياسة تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل مرة أخرى، ونحن في الطريق الصحيح. هذه هي الرسالة التي تلقيت، أما رسالة التطرف فهي ليست مفيدة على الإطلاق. This is not helpful at all. أتريدون القول أن نايجل فراج هو متطرف؟ أجل، عندما يقترح الخروج من الاتحاد الأوروبي أليس هذا تطرفا؟ المزيد من الاندماج هو حتمي إذن. المزيد من الاندماج في منطقة اليورو هو حتمية، لأنه إذا كان لدينا عملة موحدة فيجب أن تكون هناك سياسات موحدة. ولا أقول هذا لأنني متحمس لأوروبا، بل لأن الأمر منطقي وهو حصيلة خيار قمنا به منذ سنوات مضت في اتفاق ماستريخت مع إطلاق عملة اليورو. وعندما يكون لدينا عملة موحدة نحتاج إلى سياسات موحدة أكثر، والشعب يريد الحصول على الوظائف ومستوى معيشي جيد، وبدون الوحدة الاقتصادية والنقدية المستدامة وكذا التكامل في منطقة اليورو لا يمكن أن يكون هناك هذا الرخاء وفرص العمل. على ذكر البطالة، عندما تقلدتم المنصب قلتم أن تخفيض البطالة ومحاربتها هي من أولوياتكم. الملاحظ اليوم أن حوالي 25 مليون عاطل في دول الاتحاد، هل تعتبرون هذا فشلا كبيرا في هذه الحال؟ كان هناك مشكلة بطالة هيكلية في أوروبا، خاصة في منطقة اليورو، وهذا قبل فترة طويلة من الأزمة، كما لم نقم بمعالجة المشكلة في ذلك الوقت. إذن هنا تقرون بفشل الاتحاد الأوروبي؟ لقد كان هناك فشل في ذلك الوقت بالفعل، ولن أتناقش هنا عن المسؤوليات. دعنا نقول أن المسؤولية جماعية تشترك فيها الدول القومية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي آنذاك. والآن عندما جاءت أزمة اليورو ومنطقة اليورو تغيرت المعطيات، ولما توليت منصبي لم يكن بإمكاني أن نتوقع بعد بضعة أشهر أن تكون هناك أكبر أزمة منذ بداية الاتحاد الأوروبي، وتغلبنا على هذه الأزمة بالكثير من العمل على مستوى الدول الأعضاء. هل يمكن القول أنكم تغلبتم على الأزمة؟ تغلبنا على التهديد الوجودي لمنطقة اليورو نفسها، هذا واضح.
الجانب الاجتماعي دفع الثمن عندما نرى البطالة في اليونان أو ما يسمى بالجيل الضائع. هل هذا تغلب على الأزمة؟ كلا، لا تقومي برسم صورة كاريكاتورية عن كلامي. قلت أننا تغلبنا على التهديد بوجود اليورو، ولم أقل تغلبنا على أزمة البطالة والأزمة الاقتصادية. ولكن هنا اسمحي لي أن أخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة. حتى في اليونان كان العام 2013 إيجابياً من ناحية النمو الاقتصادي، وهذا لأول مرة. هل وصلنا إلى ما نريد؟ كلا، ليس بعد. في العام 2015، أي العام المقبل، سيكون عاماً أفضل. في المتوسط سيكون لدينا 2% من النمو. وهذا ليس كثيراً لإحداث التغيير. إنها بطيئة جداً، لكنها أفضل بكثير مما كانت عليها منذ سنوات قليلة. لذلك فنحن نخرج من الأزمة تدريجياً، ونحن في طريقنا للخروج من الأزمة، ولكن علينا أن نفعل أكثر لأجل النمو وزيادة الوظائف. وهذا ما نفكر فيه في المجلس الأوروبي، وأنا واثق من أن نفس الشيء سيحدث في المفوضية الأوروبية والبرلمان الجديد، وهي أكبر التحديات التي تواجهنا في الأعوام القادمة. وبالتأكيد أن أكبر تحدي هو إيجاد السبيل السهل للنمو وتوفير الشغل. هناك الكثير من الأسئلة، وهذا بيترو ديماتيس يسأل مرة أخرى عن الانتخابات الأوروبية، وهو يقول: هل سيقوم الرئيس هيرمان فان رومبوي بدعم خيار الأوروبيين لرئيس المفوضية الأوروبية السيد جان كلود يونكر زعيم كتلة وسط اليمين في البرلمان؟ Who is the leader of the center-right group in the parliament? تلقيت مهمة من المفوضية الأوروبية، مهمة تتماشى مع المعاهدات الأوروبية، وعلينا أن نحترم هذه المعاهدات. معاهدات فضفاضة. لا، علينا أن نحترم المعاهدات كبرلمانيين وطنيين، وكذا احترام الدستور والمعاهدات. وما الذي تنص عليه المعاهدات؟ إنها تقول أن المجلس الأوروبي هو الذي يقدم اقتراحا لترشيح رئيس المفوضية الأوروبية، ولتأييد هذا الاقتراح نحتاج إلى الأغلبية في المجلس الأوروبي، ومرشح المجلس الأوروبي هذا يحتاج إلى أغلبية 370 من أصل 375 صوتا، ونحن نحترم هذا الإجراء. لكنك تكلمت عن هذا من قبل وقلت إنك لا تدعم فكرة المرشح المزكى. لكن الآن هناك عهدة رسمية ومهمة رسمية، نحن في وضعية جديدة، وسأكون حذرا في الأيام القادمة ولن أقول شيئا من شأنه أن يعقد الوضع الذي هو معقد أصلا. من خلال القراءة بين الأسطر لما قلته الآن، يمكننا أن ننتظر صداما بين المجلس الأوروبي والبرلمان. أنت تقرأين بين الأسطر شيئا ليس مكتوبا. قلت هذا من قبل في العلن وسأعيده الآن. سأعمل كل ما بوسعي كي أتفادى صداما بين الهيئات. ستكون معضلة إذا شكل جان كلود يونكر الأغلبية وألا يصبح مارتن شولز رئيس المفوضية الأوروبية، لأن المواطنين انتخبوهم، والانتخابات التي كانت تحت شعار هذه المرة الأمر مختلف. لذا فهم يشعرون أنهم بانتخابهم لهؤلاء سيعطون دفعا للديمقراطية. لا أوافق على هذا التقييم، ولكن مرة أخرى لن أعلق على هذا التقييم الخاص بك، لكني أقول فقط أن هذا بإمكانه أن يعقد الأمور أكثر. طيب، علينا الانتقال إلى قضايا أخرى، فمن الواضح أننا لن نذهب إلى بعد من هذا. لقد كنت نشطا جدا في أوكرانيا في محاولة لتسوية الوضع، فهناك مشكل كبير يواجه وحدة البلاد، وأمامنا الرئيس بيترو بوروشينكو الذي انتخب مؤخرا. هل تعتقدون أنه بمقدوره توحيد البلاد؟ There is a lot of instability in the country.
هناك الكثير من الاضطرابات في البلاد لأن البلد يزعزع من الخارج، وأعتقد أن الرئيس المنتخب مؤخرا حصل على تفويض كبير من الناس، حتى وإن كان هناك من كان في أجزاء لم يكن بإمكانهم الانتخاب ومنعوا منه، ولكن لديه صلاحيات قوية ويمكنه أن يكون نقطة تحول في الأزمة، كما يمكن أن نرى بعض الإشارات الخجولة جدا والضعيفة للانفتاح من الجانب الروسي. ومن الجانب الأوروبي رأيت هذا الموقف أيضا لدى الرئيس المنتخب حديثا. نريد حلا دبلوماسيا وتحاوريا لإيجاد حل للأزمة وليس حلا عسكريا. في حالة ما إذا لم تحترم روسيا التزاماتها، هل أنتم مستعدون لزيادة سقف العقوبات على روسيا؟ هدفنا الأول هو الحوار والمفاوضات، أما العقوبات فليست هدفاً في حد ذاته. دعينا نقول أنها نوع من الضغط على الآخر للبحث عن حل تفاوضي إذا لم تكن هناك إرادة كافية. هل ستضعفونها؟ نعم أم لا؟ كلا، أود فقط أن أقول لقد قمنا بذلك بالفعل، وقلنا في المجلس الأوروبي أن المفوضية ستستمر في التحضيرات للعقوبات تحسبا لتطور الأحداث. الكل يعلم هذا السيناريو موجود، ولكن الأولوية هي الآن للمفاوضات، ولكن إذا استمر عدم الاستقرار في هذه الحالة سننتقل إلى المرحلة الأخرى. ولايتكم ستنتهي في نوفمبر تشرين الثاني، إذا أمكن أن تعطي علامة لنفسك من 1 إلى 10 فأنت أول رئيس دائم للمجلس الأوروبي. تلقيت للتو جائزة شارلمان لجهودي في توحيد أوروبا، لذا لا يمكنني أن أحكم على نفسي، سيكون الأمر سخيفا نوعا ما، ولكنني تحصلت على الجائزة وأنا متشرف جدا، وأعلم أننا ارتكبنا أخطاء وكان بالإمكان العمل أحسن، كما أعلم أيضا أن نجاحنا في استقرار منطقة اليورو وإنقاذ اليورو هذا عمل جماعي وأنا فخور جدا به. تلقينا سؤالا من دانيال يونت وهو يقول: ما الذي تتمناه من الاتحاد الأوروبي وما السبيل للوصول إلى ذلك؟ والآن لم يبقى الكثير قبل مغادرتكم، فما الهدف الذي تريدون تحقيقه قبل الذهاب؟ الهدف بسيط وهو إسقاط فكرة أن أوروبا تشكل تهديداً. علينا أن نعمل على مختلف المستويات ومختلف السبل ومختلف المجالات لخلق هذا الشعور بأن أوروبا حامية وليس العكس. فأوروبا لا تشكل تهديداً، هذه المهمة الرئيسية التي تنتظر من يخلفني، أي أن أوروبا ليست مشكلة بل هي الحل. هل ستبقى في السياسة؟ كلا، سيكون في عمري 67 عاماً نهاية أكتوبر تشرين الأول، لذا فحان وقت الرحيل. ألفت مجموعتين شعريتين. أجل، تصف الشعر بأنه يساعدك على تجاوز ذاتك، أخلو أوقات صعبة، ما مقدار الراحة الذي يتركه فيك الشعر الياباني هايكو؟ أجل، شعر هايكو هو جزء من هذا التوق إلى عالم من الوئام، ويرتبط هايكو أيضا بالمواسم ودورة الحياة الداخلية والتي تعطيك شعور بالطمأنينة والانسجام، إنها هواية أكثر منها تخفيف عن النفس. Thank you very much for joining us on the Global Conversation. Thank you.